أزيد من 60 حرفيا زينت أعمالهم الفنية أجنحة قصر الثقافة مفدي زكريا لاستقبال أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر في معرض لبيع التحف والمنتجات التقليدية يهدف لجعل الدبلوماسية في خدمة الصناعة التقليدية والسياحة. التظاهرة هذه عجبتنا، راه فيها السفراء هادو جاوا، كاين اللي عجبتهم صوالح، كاين اللي تعرفوا يقول لك عرفني فهمني واسم هاد التيسيو هذا واش تستعملوا به. وهذا جانا واحد من ماليزي شرا دي كومبليتمون تيسيو، قال لك يخيطوا وتساهم في الترويج تاع الصناعه التقليديه هذه وتعرف التراث تاعنا. En fait, je suis dans le bijou traditionnel moderne, donc il y a toujours une touche. Les étrangers aiment le côté traditionnel justement avec un mix de moderne, c'est-à-dire le costume traditionnel plaît énormément. المعرض الذي يعكس الثراء الثقافي والفني للجزائر هو فرصة للتعريف بالتراث والترويج له، وكذا تعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأخرى. هذه الأرض للمنتوجات التقليدية الجزائرية ترسم صورة جميلة لحرفيين جزائريين، ونحن كشركة دبلوماسي نتعرف على تقاليد جزائرية. هذا النوع من المعارض يمكن من تعزيز العلاقة بين البلدين، فعلى سبيل المثال وجدنا الأواني والأقمشة التقليدية التي يمكن أيضا تقديمها في أندونيسيا، خاصة أن هناك أوجه تشابه بيننا كبلدين مسلمين. على مدار 4 أيام يعرض الحرفيون القادمون من 21 ولاية أجمل ما تنتجه ورشاتهم على كل زائر يريد اكتشاف غنى التراث الثقافي في الجزائر.